إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الحديث النبوي: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتفقيه لنا ولمن يرانا. ونجينا من الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا جميعا برسالتنا التعميرية الحضارية المقدسة، لأن تقوم قبل كل شيء على كتاب الله وبما بدأ به. بدأ بإقرأ بسم ربك الذي خلق. فشكرا لكم على كلمتكم، وأنا أعتبر أنك تكلمت لا باسم العلماء غير المغاربة، ولكن تكلمت باسم العلماء المغاربة كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المغاربة المحترمين في كل مكان، من طنجة للجويرة، مغاربة المهجر، شكرا لكم على دعمكم، شكرا لكم على كل شيء جميل بتعملوه، شكرا لكم لدعواتكم، شكرا لكم لتعليقاتكم. رحم الله الملك الحسن الثاني الملك العظيم الفذ العبقري. الدروس الحسنية، إيه حكاية الدروس الحسنية بتاع الملك الحسن الثاني دي، وما هو تأثيرها، وليه عملها الملك الحسن الثاني، وهل هي كانت موجودة قبل الملك الحسن الثاني؟ تعالوا نعرف قصة الدروس الحسنية ديات اللي بنتمنى بسبب أزمة كورونا إن هي توقفت، إن هي ترجع مرة تاني بإذن الله وتعمل هذا الإشعاع الثقافي الحضاري المغربي الديني. الدروس الحسنية يا جماعة، الدروس الحسنية كان أول واحد عملها في الدولة العلوية، أول واحد عملها هو المولى إسماعيل، هو أول واحد عمل هذه الدروس وجاب الفقهاء والجلسة ويجلس معاهم والناس وكده. ده أول واحد في الدولة العلوية عملها المولى إسماعيل. لكن أكتر واحد اهتم بيها جدا وطورها جدا هو سيدي محمد بن عبد الله. ليه؟ لأن سيدي محمد بن عبد الله نقدر نقول إن هو الوحيد من السلاطين المغاربة اللي كان على المذهب الحنفي، ما كانش على المذهب المالكي، فاهتم بقى بالعلماء. وسيدي محمد بن عبد الله للعلم عالم كبير جدا، هو سلطان العلماء وعالم السلاطين، وعنده كتب، والكتب دي واهتم جدا. اكتر حاجة اهتم بيها هو علم الحديث، وعنده كتب في علم الحديث، والكتب دي راحت مصر، بعتها لمصر عشان الناس تطلع عليها في الوقت ده. فده سيدي محمد بن عبد الله أول واحد يعني إيه أعطاها هذا الإشعاع الكبير جدا، وفضلت مستمرة مع الملوك العلويين لحد ما وصلنا لمولاي عبد الحفيظ. وبعد مولاي عبد الحفيظ انقطعت. ليه انقطعت؟ بسبب الحماية الفرنسية على المغرب. ثم سنة 1963 بالتحديد بدأ الملك العظيم الفذ العبقري الحسن الثاني يعمل الدروس الحسنية، وسماها الحسنية نسبة إلى إيه؟ إلى الحسن الثاني. فكانت الدروس الحسنية دي بتبدأ إزاي؟ كانت بتبدأ بالقرآن، بعدين كلمة لوزير الأوقاف، الملك الحسن الثاني قاعد وسط كوكبة من العلماء، وبعدين يبدأ القرآن وتبدأ كلمة لوزير الأوقاف، وبعدين تبدأ كلمة لعالم مغربي من علماء المغرب، وبعدين تبدأ كلمة لعالم براني، عالم من دولة أخرى، من مصر مثلا، من لبنان، من أي، من العراق، وهكذا دواليك، كل واحد يدلي بدلوه. وهنا كان الحسن الثاني رحمه الله ما كانش مجرد ملك بيحكم وخلق، لا، الحسن الثاني كان عالم، وكان يراجع الفقهاء والأئمة في كلامهم، وكان يعني الحسن الثاني كان فاهم، كان عالم حقيقة يعني. وده اللي استفدناه من الدروس الحسنية. قصة الدروس الحسنية دياتي ايه؟ في بعض الناس المؤرخين او الناس اللي هم ايه اللي بيتكلموا في السياسة مع الدين مثلا، قال لك ايه يا سيدي الدروس الحسنية؟ ان جمال عبد الناصر بعد ثورة 52 عمل واحد اتجاه قومي، قال لك احنا العروبة هي وده طبعا لم يكن خافي على حد، اتجاه جمال عبد الناصر القومي المتمسك بالعروبة، وان جمال عبد الناصر كان ضد الملكيات، ما كرهش كل الدول تكون جمهورية. فالملك الحسن الثاني عمل بذكاء ايه؟ عمل اتجاه اسلامي. يعني عبد الناصر بيقول للناس ايه؟ بيقول لهم ان العروبة والقومية العربية هي الحل،
لو احنا اتجمعنا كعرب ممكن نعمل حاجة. فالملك الحسن الثاني خدها اعمق من كده بقى، قال لك لا، الاسلام لو احنا اتجمعنا تحت راية الاسلام والثقافة الاسلامية مش الثقافة العربية، لان الثقافة العربية ده رأي الحسن الثاني كانت مهلهلة، يعني ما كانش في حضارة عربية مثلا، ما كانش في، كانوا العرب كانوا مثلا في مكة وكانوا هنا وكانوا ناس عايشين مثلا على ايه، رحلة الشتاء والصيف ورعي الاغنام والكلام ده، انما لما جه الاسلام عمل لهم دولة. فرأي الحسن الثاني كده، لذلك كانت كل العلماء يحبوا الحسن الثاني ويحبوا الدروس الحسنية دي. فعلشان الحسن الثاني يعطي اشعاع كبير جدا لهذه الدروس الحسنية ما عملش تفرقة. يعني ما عملش تفرقة؟ يعني كان دايما يجيب علماء من كل مكان، يعني من مصر مثلا يجيب شيخنا العظيم رحمه الله محمد متولي الشعراوي، يجيب علماء من العراق، يجيب علماء من اليمن، يجيب علماء من لبنان، يجيب علماء من سوريا، يجيب علماء من السودان وهكذا. ولا أكتر من كده بقى، رغم أن الحسن الثاني رحمه الله سني والدولة العلوية دولة سنية ملهاش علاقة بالشيعة مطلقا، إلا أن الحسن الثاني ما جعلش فيه فرق بين السنة والشيعة، يعني كان برضو بيجيب علماء شيعة، ومنهم الإمام موسى الصدر اللي هو كان راح ليبيا وكان حصل له اللي حصل واختفى بعد ما راح ليبيا. موسى الصدر حاضر في الدروس الحسنية برضو. ده اللي أكتر من كده بقى، شوف عبقرية الحسن الثاني. سنة 89 بالتحديد، سنة 89 كانت طبعا لسه الحرب الباردة بين أمريكا وبين بين روسيا ما خلصتش، لأنها خلصت في 90-91. فسنة 89 كانت الحرب الباردة بين أمريكا وبين روسيا كانت على أوجها. فجي الحسن الثاني عمل حاجة يعني غريبة وعجيبة وجميلة جدا، يحسب لي هذا الذكاء. جاب قارئ قرآن من روسيا وجاب عالم من أمريكا، شوف جمع القطبين في الدروس الحسنية. فكان داء الوضع ان كان يجوا الناس ويتكلموا. فالملك الحسن الثاني كان عايز يعمل من المغرب اشعاع، لان هو بينتمي الى سيدنا الحسن، الى سيدنا الحسن ابن علي ابن ابي طالب زوج السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بينتمي الى هذا ايه، الى الاشراف العلويين. فعايز يحافظ، عايز يعمل ايه، عايز يقول لك يعمل اشعاع اسلامي، اشعاع كبير للاسلام، في لان هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. فعايز يعمل هذا الاشعاع فين؟ عايز يعمله في المغرب، في هذه الارض المباركه. وقد نجح في ذلك وحافظ على الدروس الحسنيه. فضلت الدروس الحسنيه تقام لحد سنه 99، لحد ما مات الملك الحسن الثاني، وكان يجيب علماء من كل مكان. وعلى فكره لم تكن تخلو الدروس الحسنيه ابدا من الحده ومن النقاشات. يعني واحد مره مثلا كان الملك الحسن الثاني كان عمل ايه، كان عمله الاتحاد المغاربي، كان عمله اتحاد بين المغرب وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا. وكان بالصدفه الاتحاد المغاربي ده كان تم التوقيع عليه، كان هو هم وقعوا كده وراح الظهر أدن، كان ظهر، كان يوم الجمعة، كان يوم الجمعة. وكان فيه عالم في اليوم ده، كان فيه عالم في الدروس الحسنية، فقال لك إن أي توقيعات تحدث أثناء يوم الجمعة فهي باطلة. واستدل على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالحسن الثاني حس إن كل الكلام اللي بيقوله الفقيه المغربي موجه ليه هو، فقال له الفقيه عند 5 دقائق وتسالي، صافي سلينا. فلم تكن الأمور أبدا تخلو. كان طبعا الحسن الثاني لما كان حد يعجبه من الفقهاء ولا من القراء ولا من العلماء، كنت تلاقيه مبتسم، وكنت تلاقيه منشكح، وكنت تلاقيه، ولما كان مثلا حاجة ما تعجبوش كنت تلاقيه قاطب الوجه. فمن ضمن الحاجات مثلا كان في علماء كانوا يهابون من الملك الحسن الثاني، كان ليه هيبة الملك الحسن الثاني. فكتير ان الحسن الثاني صحح لبعض الفقهاء اخطاء في الكلام بتاعهم. ليه؟ لان هو كان واعي، لان هو كان مطلع، لان هو كان عالم. فضلت الدروس الحسنية في عهد الملك الحسن الثاني مصدر اشعاع اسلامي كبير جدا في المملكة المغربية لحد سنة 99.
إلى أن توفاه الله الحسن الثاني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. بعدين جه الملك محمد السادس نصره الله. فلما جه الملك محمد السادس الناس كانت هتقول لك إيه؟ الملك محمد السادس هيعمل الدروس المحمدية، يعني هيلغي كلمة الدروس الحسنية دي ويخليها الدروس المحمدية نسبة ليه يعني محمد السادس. لكنه لم يفعل ذلك، راح عمل ايه؟ خليها زي ما هي، خلى الاسم زي ما هو. وطبعا الدروس الحسنية دي انتوا عارفين بتكون في شهر رمضان. وللعلم الدروس الحسنية لما اتعملت في الاول ايام المولى اسماعيل وايام سيدي محمد بن عبد الله ما كانتش في شهر رمضان، كانت في رجب وشعبان ورمضان، كانت 3 شهور. يعني الدروس الحسنية كانت 3 شهور طول فترة الدولة العلوية، 3 شهور لحد الملك الحسن الثاني بقت ايه؟ بقت في خلال شهر رمضان. فلما جه الملك محمد السادس نصره الله راح عمل برضو الدروس الحسنية وما غير لهاش الاسم، وفضل يجلس مع العلماء وهذا الجو الإيماني وهذا الجو العلمي، وأصبح برضو المغرب منارة للعلم. وده انعكس يا جماعة الحمد لله رب العالمين، ده انعكس على الناس في المغرب، على أخلاقيات الناس في المغرب، على تدين الناس في المغرب، على حب المغاربة للدين الإسلامي. وأنا زي ما قلت قبل كده أن النصر يأتينا من المغرب والعلم يأتينا من المغرب، وهذا الانعكاس الحمد لله النهاردة إحنا بنشوف المغاربة هم المغرب. يعني حاجة معجزة يا جماعة، معجزة. المغرب هو الدولة الأولى عالميا في حفظ القرآن، الدولة الأولى على مستوى العالم في حفظ القرآن، يعني من أواخر الدول اللي دخلت الإسلام. ولكن شوف نتيجة للحركة العلمية والحركة الإسلامية والدينية أصبح المغرب الدولة الأولى في العالم في حفظ القرآن. 1,600,000 حافظين القرآن من المغرب، 29,000 مركز لتحفيظ القرآن، أكتر دولة في أفريقيا في مراكز تحفيظ القرآن. فشوف العظمة، شوف الإشعاع اللي هو الناس اللي ما بتعرفش المغرب وما بتعرفش ثقافة المغرب ومش مطلع على المغرب ولا شوف أكتر ما يعجبك في المغاربة هو أنهم وده كان الهدف على فكرة. اللي يعجبك في المغاربة أنهم عندهم الدين الوسطي على مذهب الإمام مالك المالكية، يعني ناس لهم منحرفين ناحية التطرف والعنف ولا هم ومتشددين ولا هم سايبين الأمور إيه خالص، لا كده. وده اللي كان بيحرص عليه الملك الحسن الثاني في الدروس الحسنية، كان عايز يصدر للعالم، لأن كان في الفترة دي كان في مشاكل وكان في هجمات وكان في فكان عايز يصدر للعالم المذهب الوسطي. بيقول لهم يا جماعة احنا الدين بتاعنا دين وسطي، ما كان يقول لك الدين الإسلامي ده دين وسطي. فده الحمد لله رب العالمين اللي شاع في المغرب، وأصبحت المغرب إيه لديهم المغاربة لديهم هذا الدين الوسط اللي ما التطرف واللي مش عارف الرأي مش عارف إيه وأنا اللي صح وإنت اللي كافر، ما فيش الكلام دويت. لا يا سيدي أنت ما تصلي الله أنت ما كل واحد إيه زي ما يقول كل واحد يشيل شيلته. ليه؟ لأن إيه خلاص الأمور حسمت، نزل القرآن ونزل سيدنا محمد والدنيا خلصت خلاص، فما عليهمش غير النصيحة وبهدوء وبلطف. فده ما يثيرك ويثير إعجابك في المغاربة أن لديهم هذا الدين الوسطي. حفظ الله المغاربة أرضا وشعبا وملكا، ورحم الله الملك الحسن الثاني وأسكنه فسيح جناته. سؤالي ليكم في سؤال عايز أسأله لكم عن الملك الحسن الثاني. الملك الحسن الثاني رحمه الله هو أبو الملك الحسن الثاني هو السلطان محمد الخامس، وأبو محمد الخامس وأبو السلطان محمد الخامس مولاي يوسف. مين بقى الجد؟ بقى جد الحسن الثاني لمولاي يوسف مين هو؟ يعني الجد الرابع اللي هو تسمى على اسمه أهو، أنا يعني وضحت أهو. بارك الله فيكم جميعا، تابعونا دائما وبرطجوا الحلقات، خلينا نستفيد ونوصل الثقافة المغربية والتنوير المغربي للعالم كله. وإيه وإيه وشكرا.